بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. ردا على الظلم والاحتلال وجرائمه المتصاعدة، واستمرارا لخيار المقاومة، قررت أن أنفذ عملية استشهادية. لم يبقى لنا خيار آخر للنضال. إسرائيل تعتبر الشراكة والمساواة مع الفلسطينيين في دولة ديمقراطية واحدة انتحاراً لدولة اليهود، وهي غير راضية بتسوية الدولتين لشعبين، مع أنها تسوية غير عادلة للفلسطينيين. تريد منا أن نرضى بالاحتلال كحل دائم أو نختفي عن الوجود. لم نترك طريقة إلا واتبعناها من أجل إجلاء الاحتلال، سواء كانت سلمية أو سياسية. مع ذلك استمر الاحتلال ومستمر في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والمياه وتهويد القدس والتطهير العرقي. تفوقهم العسكري وقوتهم السياسية والاقتصادية موجهة ضدنا لإرغامنا على قبول معادلتهم، إما أن نقبل بالدونية والمشروع الصهيوني وإما أن نقتل. وكوني شهيدا لا أخشى الموت. ألغي بذلك تهديدهم وأتفوق على جبروتهم السياسي والعسكري، فمرحبا مرحبا بالشهادة. أمي وأبي العزيزين، يؤسفني أن أودعكم على هذا النحو، ولكن ملقانا قريب بإذن الله. أستودعكم الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ولي التوفيق. كيف؟ ما سجلتش اشي؟ الكهرباء فيها مشكلة. معلش، كمان مرة من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز: واقف واقف، ما اشتغلتش. جيب مرتك تشغلها. روقها خالد، بعدين عندك فرصة تانية تحكي وصيتك أحسن.